<applause> اه هو هذا كتب. اه كتاب اه اذا مساء الخير ومرحبا لكل المتتبعين والمتتبعات قلنا شوف في, في من خلال هذا البث المباشر ربما انكم تتذكروا معنا بطبيعه الحال آه بث مباشر اللي قلنا قمناه به من درب الحمام وبالضبط يعني من آه بابيلات كما تتابعوا معنا في هذا البث المباشر اللي من خلاله من خلاله يعني تسترق لنا الواحد الموضوع اللي آه يهم آه يعني الساكنه هنا يهم ساكنه مدينه مراكش ويهم المغاربه ويهم تاريخ المغرب يعني تنعرفوا بانه الحقيقه دائما الحقيقه والواقع آه دائما تكون صعيب ودائما تكون خفي ومن الصعب انه الانسان يعني يعرف الحقيقه بخصوص ما يهم يعني اي امر يخص ويهم اي مغربي بصفه عامه متتبعينا يعني تكلمنا على تضاريح هو في الاصل يعني هو كتاب تكلمنا على الضريح اللي هو المدخل ديالو ربما انكم تتذكروا ان هذه البوابه استعصى علينا هذاك اليوم وحنا مع ساكنه درب الحمام اننا ندخلوا من هذه البوابه باش نقربكم يعني من الـ من الاشكاليه اللي عايشها هذه المنطقه بصفه عامه هذه الارض اللي عايشها بطبيعه الحال فهذا هو الكتاب. الكتاب اللي كان في الاصل ديالو يعني كما تنقولوا ساحه ساحه لحفظ القران. يعني واللي دارت واحد المجهود كبير وزاره الاوقاف ومندوبيه الاوقاف والشؤون الاسلاميه انه تم تخصيص غلاف مالي بعد ما انه آآ تم آآ يعني تضرر بسبب زلزال الحوز تضرر بسبب زلزال الحوز يعني وطاح بسبب زلزال الحوز يعني وضعت مندوبيه الاوقاف والشؤون الاسلاميه وكذلك وزاره الاوقاف مبلغ مالي باش انه يتم اعاده ترميم هذا المكان يعني هذه هو الحداده باش ناكدوا لكم تشوفوا الحيط من خلال هذا البث المباشر انتم تشوفوا الحيط وتبين لكم بطبيعه الحال يعني هذا هو البوابه هذا هو البوابه كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر وهذا هو يعني الكتاب وليس بالضريح هذا هو الكتاب وليس بالضريح يعني هذا هو المدخل في حين انه هاد الناس هادو اللي شراو هاد البقعه الارضيه كايها الناس كاي مستثمر مستثمر يسعى انه لتعزيز الاستثمار في المغرب ولا يعني تعزيز مكانه المغرب في الاستثمار بصفه عامه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن يعني واعطاء مكانه تنعرفوا بانه المكان الان ديال المغرب من ناحيه ديال السياحه مكانه مرموقه وفي بالتالي فسي مع الشركاء ديالو فكروا انهم يعززوا السياحه المغربيه ما يخليوش هذا الفضاء خالي انتم تشوفوا يعني ما عندهم هما حتى شي تدخل بخصوص هاد الكتاب اللي كنا حنا ذكرنا بانه ضريح ما عندهم حتى شي تدخل يعني كان كما تنقولوا الزلزال يعني القدره الربانيه كان سبب في الانهيار ديالو وبالتالي هما راه كما تنقولوا كان ازهرهم أنه طاحوا امام هذا الكتاب اللي شروا من خلال هذه الارض هذه وتنتظروا انهم اتمام جميع الاجراءات باش انهم يتم رفع هذه الاتربه مجموعه ديال هذه الاتربه باش انهم يدخلوا في اطار الاستثمار وكذلك الحفاظ على رونق وجماليه ويعني الخصوصيه يعني كما تنقولوا يعني المدينه القديمه بصفه عامه يعني اللي حنا كما كانوا قالوا للناس الساكنه في البث المباشر بانه اجنبي يعني هو اللي هدم هذا 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 الضريح اللي هو كتاب في الاصل وهذا هو الباب ديالو ويعني وطرما عليه وبيدي معلمه تاريخيه مغربيه ولكن في الاصل راه راه المستثمر ليس باجنبي هو مستثمر مغربي ابن مدينه مراكش ابن يعني يعني كما تنقول المدينه العتيقه أبن عن جد يعني الحب ديالو وال يعني كنا نقولوا العشق ديالو للمغرب لا حدود له لا لانه كل مغربي يمكن انه فقط نداء الوطن يحرك كل مغربي بصفه عامه مشكورين يعني السلطات داروا مجهودهم بانه بعد المباشر ديالنا كان اجتماعات باش انه الوقوف على الامور بكامل جوانبها ويعني كان اجتماعات متواصله سواء مع المندوبين مندوب ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه وكذلك مع المستثمر اللي هو السيد و والشركاء ديالو باش انه يتم وضع يعني الامور على نصابها وهذه هي الارض كما تشوفوا يعني لانه كان هذا المكان كان مطرح الازبال يعني تيجمع مجموعه ديال الازبال فهاد السيد هذا درعا كما تنقولوا باش انه ما يبقاش مستمر هذا المكان باش ما يجمعش الشمكاره ما يجمعش يعني ما يكونش يعني فضاء خالي لـ 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 يعني الناس المتشردين باش انه ما يكونش مكان لجمع النفايات فدرعا هاد الامور هو تطوع من نفسه ودار هاد البوابه هادي باش انه وكذلك في اطار انه الناس كانوا يتشكاو فاطار انه باش يحمي الناس من هاد الامور المشينه باش ما يتجمعوش اصحاب المخدرات ويجمعو المتشردين ويجمعوا يعني الغرباء في هذا المكان هذا فقرر هو هو من نفسه ان دار هذه البوابه باش من من في نفس الوقت انه يحمي الساكنه ديال درب الحمام وفي نفس الوقت يعني يحافظ على المكان المكان يعني الوعاء العقاري ديالو حنا معنا يعني الشريف اللي قربنا شي شويه ويفسرنا ويوضح جميع المغاربة كانت عندنا مغالطات بطبيعة الحال في بث مباشر سابق مع الساكنة واللي تمام ما عندهمش معلومات حق صحيحة على الوعاء العقاري اللي احنا تتواجدوا فيه بطبيعة الحال فاليوم احنا مع الشريف الذي يوضح لنا راه هما مغاربه كما تشوفوا هما في البث المباشر ليس باجنبي راه هما مغاربه ولاد مراكش ووطنيين وفخورين بالوطنيه ديالهم ومعتزين بالوطنيه ديالهم وعندهم حب كبير ربما اكبر من اي مغربي اخر حنا ما تنشككوا في حتى شي واحد ولكن حبهم كبير وكبير جدا لوطنهم ويعني الهدف ديالهم دائما انه المغرب يكون زيد القدام من خلال الاستثمارات وشعارهم دائما الخالد والله الوطن الملك شريك مرحبا بك معنا مساء شكرا جزيلا شكرا جزيلا اولا كنشكركم على هذه المبادره الجيده اللي غادي تخص بخصوص توضيح ما جاء على لسان واحد الاخ اللي من خلال المنبر ديالكم قال واحد الكلام اللي هو خطير جدا وماشي في محله نظرا لعدم درايته بالامر ونظرا لعدم تمكنه من المعلومات الصحيحة سواء من عندنا سواء من عند الناس المسؤولين لأنه كان كنكرر ملي كرر نهضروا ولا نجيبوا شي شي, شي حاجه ونجمعوا الناس ونقولوا ودي هاد الناس راه ترامات ها ما كي لاحظتوا هاد الباب ديال ديال ديال, ديال الكتاب القراني راه ما سميتوش ضريح راه مكتوبه انا عمري ما شرديت هاد البال حتى اليوم بالله بن عزوز كتاب قراني هذا الكتاب احنا هاد البقعة هاد البقعه هادي ديالنا حنا نعم. وهذه البقعه هذه اللي كتشوفوا هذه راه عندها السك العقاري ديال هذه دي الاحباس ما عندنا حتى شي علاقه نعم. كان فرقنا بيناتهم الحيط جا الزلزال قدر الله ولا طاف طاح الحيط دونك ولات التيران كبير محلول مي حنا اللي ما ترامينا على ديال الاحباس نعم. ما نعم. دابا نورمالمون نعم. كيت... كتشوف هذا الحيط هذا راه غادي هكا ها الحيط اللي كان بيناتنا كبير هو هذا نعم. اللي كان طالع من هنايا نعم. يعني يع. كان مدخل خاص كان مدخل خاص هذاك ديال نعم. ديال سبيتو ولكن نعم. مع الزلزال راب هذا الشيء هذا الاخ قال لك انكم شي ايوا شي بس هذا هو اللي وقع من حسن من حسن حظنا انا جينا الكتاب القراني ومن سوء حظنا هاد الناس وهاد الشخص آه بالضبط اللي 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 حاول يضربنا في الوطنيه ديالنا لانه قال لك لا ضمير لهم ولا وطنيه لهم وحنا ما ما يمكنش نسمعوا هاد, الـ هاد, الـ هاد الـ القول هذا ونسكتوا عليه لانه نحمله المسؤوليه من خلال المنبر ديالكم كنحملوا المسؤوليه ديالو كامله على الاقوال اللي قال ثانيا كاين سلطات محليه مم. ما كايناش الفوضى في البلاد هاد البلاد راه عندها قوانين وعندها وعندها واحد الناس اللي كاين صاحب جلال راعي الجميع وكاين الناس الخدام ديالو اللي خدامين خصوصا حتى ندوي على المآكل التاريخيه تماما, التاريخي تماماً لا يعني عنده خصوصيه خاصه خاصه يعني لا عند المغاربه كم يعني نعم كم كم ماشي نعم غير بوحدنا فهمتيني هادو شي مسائل اللي ما يمكنش الانسان يتطاول عليهم وما يمكنش الانسان يمشي يزعم هاد الزعامه كامله انه ما يمكنش اون بليس حنا ساكنين في تعقيدات تعقيدات كثيره قلت لنا بان تعرضت لتعقيدات تماما تماما باش باش تماما لانه هذا آه. وزاره الاوقاف كتقوم بواحد آه. والاحباس ديال مراكش كتقوم بواحد العمل جبار آه. في الحفاظ على هذه المآتي التاريخيه آه. حنا كمواطنين مغاربه وكحبه في هذه البلاد هذه راه ما يمكنش آه. حنا لو كان لقينا ما نديرو باش نساهموا ونعاونوا في هذا الشيء هذا على راسنا وعينينا ما كاين حتى شي اشكال آه. تماما 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 الترميم ديال هذا آه. هذا آه. نعم. ولكن الشخص هذا راه تعدى علينا واحد التعدو كبير وكي قلت السلطات المحليه راه ما بعدش آه الملحقه ديال ديال المقاطعه هي قريبه كان بامكانه جوج دقائق غادي يكون عندهم تما ويسقسي ويستفسر الامر مم. ويجيب الخبر اليقين فعاوت ما تجي وريبو وداروا ونقز من اللور ودخل جاب الليل وفهمتني شي مسائل لا لا تمس للحقيقه ب... نعم بالواقع نعم. ما كاين حتى شي علاقه كاع آه نعم. آه لا اله الا الله محمد رسول الله حيت هذا راه افتراء وكذب وبهتان والظرف و... و... في, 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 في الوطني ديال الناس راه ماشي شي حاجه اللي هي اللي هي سهله نعم يعني كنتو نتوما نتوما يعني جيتو كمستثمرين باش تدخلوا هذه البقعه الارضيه وتنعرفوا بانه الاجراءات باش انك دير مشروع داخل المدينه القديمه راه من الصعب يعني تماما خصو واحد الشيء الماليه تماما واحد يعني واحد الصبر كبير باش انا خصوصا كنرد كما تماما 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 باش المشروع كل تماما شوف سيدي ولكن حنا مستعدين حيت حنا بغينا نساهموا في التنميه ديال البلاد وبغينا نساهموا بواحد واخا واحد جزء صغير في النهوض بهذه المدينه بهذه المدينه العتيقه وان شاء الله الرحمن الرحيم حنا عندنا امل في الله كبير وعندنا امل في انه السلطات في الناس تعاوننا في هذا المشروع هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم وكنتمنى وغادي يخرج ان شاء الله الوجود عن اقرب وقت ما غاديش ما غاديش ما ياخذ واحد الوقت كثير نعم وكنعاودوا نكرروا غير حيت باش ما يبقى شيء اي لبس راه هذا المكان ما عنده حتى شي علاقه لا انه على المعقول ومن غير المنطق من غير المعقول حيت الا نهضروا كنهضروا واحد الهضره منطقيه واحد الهضره اللي هي معقوله باش يمكن الانسان اللي ملي كنقولوا شي حاجه خصنا نكونوا كنخدموا عقلنا ونستفسرو يمكن شي تهضر غير من من الهواء وصافي جيتي قلتي لنا واحد البيت شعري وما جوش مين جاب هو هذيك المعلومات اللي حديت هذاك السؤال يمكن قلتوا تجولوا لينا فهمتيني حيت انا قنعني انا قنعني لان تماما 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 قرون لا وجب فهمتيني وجاب شي مسائلات اللي انا لانه هادو هادو شي ماشي مسائل اللي الاحباس مكلفه بهم راهم حاصينهم الاحباس مم. اولا ثانيا ملي كتكون شي معلم معلبة تاريخيه هذه اكيد ومؤكد عندها واحد التبعات وعندها واحد التاريخ واحد الناس اللي اللي بقى بلينا ماشي غير اللي جا غادي يقول واحد الكلام حنا صافي صلع النبي راه راه ماشي ما كان مم. مم. لا 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 ما لا على الهواء كنجيب واحد واحد المعلومه اللي هي صحيحه قلت لك كتحراو الحقيقه يمشي غير الاحباس ويسول هذاك الضريح باش الضريح هذاك الكتاب القراني اشنو قصته وغيعطيوه القصه كامله مي باش تجي انت تفسر الناس وتفسر وتعطي واحد المعلومه خاطئه وتكذب على الناس وتجمع وتقول لهم اودي لا راه هذا هذا غير منطقي وغير وهنا الانسان خصو يكون مسؤول على راسه خصو يكون يعني مسؤول على كلامه يعني اللحظه فاش شريت هذه البقعه الارضيه هنا في درب الحمام قلت لي بانه الاوقاف جو حسبوا معكم بالسنتيم تماما الارض تماما 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 كما تنقولوا شوف سيدي الجبل آه. آه. قبل آه. آه. ما تنجم الزيتونه الا كان ديال الاحباس راه ما كيخليوهاش حيت آه. هما راهم فعلا محافظين على هذا الشيء ديالهم وهذه من هنا كنوجدهم واحد التحيه كبيره لانهم واحد الناس اللي قايمين بواحد العمل جبار مم. في المسائل هذه حنا من هذا من دفعنا للتحفيظ ضروري ومؤكد كترجع الاحباس لان هي اللي هي اللي كتجي تعبر معك هي الاصل كتشوف معك هذا ديال مم. الاحباس هذا كتاب قراني دونك عادي تعطيوه الثقه بعيد عليكم ها الارض ديالكم فين واصلا من الاول راه كتاب قراني أني يعني نعم. ما كانش عندنا فيه اشكال من الاول نعم. حيت هما اصلا كي قلت لك عندهم الصك العقاري ديالهم على دي هذاك الكتاب خاص ديالهم آه. دي دي ما عندنا مع حتى شي علاقه بعيد كل البعد علينا نعم. ولاني دارت هاد الاخبار السيئه هاد الاخبار الزائفه تماما تماما انا تفاجات لانه ما هذا الشيء دخلكم في واحد المتاهات كبيره بعيدة علينا كل البويت دخلكم في واحد المتاهات كبيره واجتماعات لا, دمار لا دمار اله الا الله محمد رسول الله اه تماما ل... وبالتالي هذا الشيء ما تيشجعش على الاستثمار فعلا آه. انا باش يخرج واحد الانسان بكلام واهي ما عندوش من الحقيقه فهذا الشيء يقدر كاع المستثمر يسمع في كل شيء ويزيد إحنا ما إحنا مغاربه هذاك الشيء مغاربه كنقبلوا على بعضياتنا شي مسائل وباقي كيجي مسائل ما كنقبلوهاش الا الوطنيه ديال الناس والطعن في الاخلاق ديالهم الاخلاق وهي تمشي تبحث على المعلومه هذه هذه هي الاخلاق هذه التربيه صافي اجنبي اي راه صافي راه غادي خصني نصبغ راسي وندير عيني زهور نجي نكمل معاك الحديث لا اله الا الله محمد رسول الله هذه راه هذا الناس هذه هذه كتسمى الدعوه الى الفتنه آه. والدعوه لشي مسائل صحيت الانسان الى 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 حتى نزل هذا المستوى هذا راه ماشي لينا حنا راه على العامه وكي آه. قلت هذا الشيء راه كيجري كي على المستثمرين وما كيخلي لهمش واحد المكان فين يستثمروا اذا بحال هذا النوع هذا خصو يمشي وكان عاود راه ما بغاتش تحيد لي فمي لانه خصك خصو يتحرر الخبر بغيتي تهضر وبغيتي تجمع الساكنة وتقول له ودي هذا راه ترى ما ترى لا ما تماما تماما واحد الناس إيه. مساكن على نيتهم راه حيت الحرقه راه وكان جا عندك انت غادي تقول ايه آه. واخا بعيد كل البعد وانت كتشكي كي شتي قلت لك لاحظت أنا اليوم عاد كنشوف بانه كتاب قراني بلا بلع الزوز ماشي ضريح وحنا ضريح ولا كتاب قراني حنا ما كيهمناش بعيد علينا مم. وباش تقول الناس راه تراما وجاو من الليل وتزلوا من هذا شوف انت يمكن لك تشوف ديال ديال السكان ما عرفتش حنا منين نزلنا بالليل وريبنا هذا الشيء والناس والمشكله سيكو البلاد راه فيها سلطه نعم. وهاد الناس راه ما كينعسوش بيني وبينك راه عيون صاهره على آه. علينا وعليه آه. وعلى الجميع لانه كيقابلوا هذا الشيء هذا وما يمكنش يتهم هاد الناس وتتهمنا كاملين حنا بعدم الوطنيه يعني انتم درتوا خطوه باش تحافظوا حتى على السكينه واحد البوابه هذه هذا الشيء ما يمكنش خصك تشوف انت دابا راه مشدوده وشوف آه. شوف فين آه. وصل شوف هذا الشيء راه مشدود الباب وشوف شوف هذا الشيء كيولي داير الناس باش ما يكونش هنا تماما تماما آه تماما تمام يبقوا يعني تماماً كيف ما عايشين طبيعي تماما تماما آه شكرا جزيلا اخويا آه أنا غادي باش نقرب شويه الناس ونرجع لك الطبيعي شكرا جزيلا شكرا إذا كما تابعتوا معنا راه دائما تندبوا يعني الفتنه أشد من القتل يعني تنقولها وتنعاودو نقولها متتبعينا الفتنه أشد من القتل والإنسان باش يجي يعطي أخبار لا لا أساس من الصحه فأخطر من آآ من آآ يعني من من الخطر انه تد... الانسان باش يدفع الامور ما عندها الحقيقه ما عندها من الواقع حتى اصل فهادشي الشيء تاثر انتم تشوفوا هذا هو والبو... البوابه البو... اللي كنا حاولنا ان ندخلوا منها بطبيعه الحال متتبعينا هذا كتاب ديال بن بله بن عزوز عفوا بلا بن عزوز وكان هذا هو المدخل وهذه وهذه الاراضي اللي تاريخيه وهذه الاضرحه ولا الكتاتيب او الكتاب يعني تيكونوا في الاصل تابعين لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه يعني من المستحيل و يعني شي حاجه اللي ما يمكنش انها تكون في تاريخ المغرب انه شي واحد يجي يطرام على اثار آه وتاريخ المغرب بصفه عامه هاد الناس يعني شراو هاد البقعه الارضيه وتنعرفوا الاجراءات تنعرفوا شحال ديال الاجراءات حسين تنعرفوا شحال ديال الاجراءات وتنعرفوا بطبيعه الحال شحال ديال يعني ديال ديال الامور اللي خصهم يقوموا بها باش انهم يملكوا هاد الارض هذه فمجموعه ديال 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 الوثائق ولجان واجتماعات وغيرها من الامور اللي ربما انه الانسان كاع يسمح في الاستثمار ويزيد ولكن كانت واحد الغيره كانت واحد الغيره وكانت واحد الرغبه وكانت واحد الاراده كبيره ديال السلو دغيري والشركاء ديالو بحكم انه تعتز ببلادو تعتز بمدينته اولا اللي هي مدينه مراكش وتعتز ببلادو وتيشوف بانه التوجهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وتشوف هاد يعني هاد يعني المجهودات الكبيره والأوراش الاوراش الكبيره اللي تعيشها المغرب تحت القياده ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله فهو خدم من نفسه المبادره باش يدخل كمستثمر رغم انه من الصعب من مما كان انه يستثمر الانسان في هذا الوقت وفي هذه الظرفيه وفي هذه الراهنيه في مدينه مراكش، فقررت هو انه يدخل في هذه المغامره ديال الاوراش الكبرى من خلال الاستثمار وانه يوضع واحد يعني مشروع مشروع استثماري داخل درب الحمام هنا في باب إيلان كما تشاهدوا معنا، يعني كانت خطوه وكانت كانت لقاءات مع الساكنه من خلال هذا الباب باش يحمي السكينة من المتطفلين من اصحاب المخدرات المتشردين من الازبال انتم واخا الباب راه الناس باقي تيرموا بالزبل ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله فيعني تنتظر ما تنساوش راه تنتظر كما تنتظر اي مستثمر انه هذه الخطوات ديالو تتم باش انه يخرج هذا المشروع ولما لا تيكونوا هاد الشباب اللي, دا اللي الان تشوفهم في عند يعني في في الدروب اللي ضايعين انهم حتى يكون فرصه للشغل ديالهم من خلال الاستثمار انهم هما يتم الادماج ديالهم داخل هذا المشروع هذا وتا هما يولوا مدري للداخل وتا هما يولوا خدامين تا هما اسوا عائلته اللي لا تكون امور اجتماعيه دائما تندوي في التكافل الاجتماعي يعني دائما اي مستثمر يفكر في وليدات في المنطقه ولا وليدات الحي ولا وليدات الدرب هما الاولين خصهم يستافدو من اي مشروع في كل الاحوال فعلا كنا الاندفاع ديالنا لانه كانت غيره كما هاد الناس عندهم غيره حنا الاندفاع ديالنا كانت غيره على الوطن وتاهما راهم وطنيين يمكنناش نبخسوا لهم حقهم كوطنيين لانهم دائما الهم ديالهم وهو انهم كيفاش انهم يزيدوا لقدام بهذا الوطن هذا يمكنناش اننا يعني نضربوا في الوطنيه ديالهم او اننا نسلبوهم حقهم في الوطنيه ديالهم لانهم في كل الاحوال كل مغربي راه عنده, عنده عنده احساس وعنده يعني عندي اراده وعنده عنده واحد واحد الرغبه كبيره في خدمه الوطن ديالو وهاد الناس هادو ما يمكنناش اننا نضربوا في الوطن ديالهم في كل الاحوال فنعتذروا لهم من خلال هذا المباشر لان حنا سمعنا اجنبي في الاول في كل الاحوال هما راه مغاربه وابن عن جد وعندهم واحد الرغبه كبيره انهم يزيدوا له قدام شريف يعني في رساله للناس ديال الدرب بصفه عامه والناس تفضل أه كنشكرهم <applause> على التضامن ديالهم معنا في فات... هذا الشيء اللي وقع مؤخرا حيت سمعنا بزاف ديال الاخبار اللي كتبشر بالخير وكتخليك انك تستمر يعني. و... تماما تماما رب الضرات النافعه كي كيقولوا دونك حنا كنشكرهم وحنا كنوعدهم بانه كيف اتفقنا من الاول وكي كنا مقرين من الاول بانه ان شاء الله الرحمن الرحيم رحم غادي يكون واحد المشروع ناجح بالنسبه لهاد المنطقه وبالنسبه لهاد الدرب هذا ديال الحومة ديال بابيلان ديال هيلانه ان شاء الله الرحمن الرحيم رحم وغيكون غير الخير ان شاء الله غيكون غير الخير حنا راه حنا راه لاصقين هنا ما كاينش اللي غادي يحيدنا ما كاينش اللي غادي نطلبوا غير من الناس تعاوننا شي شويه و... وكنعاود وكنقول الصبر الصبر الشيء اللي كاين والناس الله يخليكم غير الا كانت شي حاجه الانسان يستفسر اتحرى. يتحرى يتحرى الامر راه السلطات كتقوم بواحد العمل كبير 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 بزاف الحماية ديال الشيء هذا والحمايه ديالنا حنا باش ما يكونش واحد التلاعب واحد واحد الهضره كما بغات كما كما جات هضره خاويه تماما <applause> هي تضرب <تأسير>. الوطنيه <applause> هذا هو اللي صعيب ذاك الوطنيه هو اللي صعيب بزاف لانه ما يمكن لكش يتهم واحد الانسان بعدم الوطنيه سيتو إحنا حنا مغاربه غيورين على بعضياتنا بعدا نعم. وغيورين على هذه البلاد هي الاولى نعم. شكرا جزيلا نعم. يا شكرا جزيلا على هذا نعم. الاستماع ديالكم الله يبارك فيك شكرا شكرا في جزيلا ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا ان شاء الله اكيد غادي من الناس من الاوائل اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم شكرا على الزياره ديالكم وشكرا على الاتاحه ديالنا لهذه الفرصه هذه شكرا 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 هدا شكرا, هدا شكرا سيدي شكرا هذا واجب بطبيعه الحال فنتمنى التوفيق ان شاء الله للسي ودغيري والشركاء ديالو في هذا يعني هذا الاستثمار او هذه الخطوه الاستثماريه هنا في بطبيعه الحال في مدينته آه مدينه مراكش وقال نشكركم شكرا لكم, لكم متتابعين نتمنى ان خلال هذا البث المباشر ان الامور تكون توضحت فتحيه كبيره للسلطات المحليه تحيه كبيره لمندوب وزاره الاوقاف والناس الساهرين على وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه كذلك تحيه للسيد غيري والناس الشركاء ديالو بصفه عامه الى الملتقى ان شاء الله في بث مباشر على قناه شفتي